بس على اللي انت بتتكلم. المنافسة أمام الرئيس السيسي أكيد مش هتكون سهلة، تقدير حضرتك ممكن تحصل على نسبة قد إيه من الأصوات؟ يعني شوف، أنا ما يعني طبعا المنافسة مش سهلة، إحنا بنتكلم رئيس سيسي وإنجازاته على مدى سنين ومعروفة إيه هي، فيعني مش هنزايد على أي حاجة من هذه الأشياء، ولكن إحنا بنقول إن كل مرحلة ليها مرحلتها، وإن إحنا لينا دور فعلا تنموي وعلاقات على مستوى الدراسات تقدر تدي إضافة كبيرة للمرحلة دي. الإضافة اللي بنتكلم عليها هي استكمال ما هو موجود، إحنا ما حدش مش جايين نهدم، إحنا جايين نبني.